على سطح البحر بصور لكم حارتنا المحاطة أو الواقعة في بحيرة من الماء. هاي دار جارتنا بيب الله يرحمها. طيب بدي اطلع كمان فوق. هاي هم الباكستانية. اوه بركة بولين مليانة، هاني شايفها. الحمد لله يعني كل شيء من دارنا وتحت كله غرقان في الماء ما عدا بيتنا. شو مالها هاي بتصيح؟ طيب ما شفناش منطقة المواجهة للبحر. هذه عالية. هذه غرقانة. هذا نعيم لا بيعرف يزرع ولا بيخرع. حط الأربع خمس شجرات في جنب بعض. وهذيك نخليها لليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بدنا يخلصن هاليومين مشان ناكل العنبات هذول. اوه هذاك في البوت، هذا ما شفته. اوف اوف وين رايح هذا؟ الهواء ممتاز جدا منعش. والله هاي الضربة الشجرة تقلب على دار. ما شاء الله ترك لاري غرقان في الماء. وين راح ابو البوت؟ هيو اجا. وهذا الرجل يستعمل البوت.
نقول في القارب يتجول في حارتنا. معناه وبيحكي على التلفون كمان. يلا تعال جاي. والله هذه احسن لقطة. يلا تلاقي من الشكة الثانية.